عاملين ايه؟ وحشتوني. ما تيجوا مع بعض نعمل مكرونه بشاميل. انا بسلق المكرونه اهو، طبعا كيسين مكرونه، وبسلق الفراخ وعصقت اللحمه، وهنبدا نحط بقى مع بعض. هسلق المكرونه واصفيها وارجع. وهنا بقى هنعمل البشاميل. طبعا انا حاطه السمنه، وهحط بالمعلقه الكبيره دي، يعني احنا المفروض نحط حوالي 4 5 معالق دقيق كده عشان البشاميل يبقى ايه، بحطه في قعر الصينيه وفي الوش. ماشي، يعني انت بتحطي بالتقريب بالنظر حسب احتياجك كده. فانا طبعا بديله تحميره، اهو بنحمره، يمنع طبعا التكتلات. طبعا انا بسلق الفراخ عشان اخد الشوربه بتاعتها، ومجهزة لتر لبن، بحط لها طبعا مكعبين مرق الدجاج برضو مع الشوربة، ومجهزاهم. طبعا احنا بنقلب كده اهو، وطبعا انا مجهزة في الحالة دي، مجهزة التوابل بتاعتي. انا حاطه ثوم بودره وبصل بودره وبابريكا والسبع بهارات وفلفل اسمر، ودي مرق الدجاج. طبعا بجهز انا عايزاه يتحمر شويه عشان يتقل بالقدر اللي انا محتاجاه. وطبعا العصاد، انت بتحطي نص كيلو لحمه مفرومه، عليه حوالي 3-4 بصلات، عليهم فلفل الوان، وتعصجيهم، وهو ده الايه العصاج اللحمه الحشوي يعني. طبعا هنزل بالايه بالتوابل اهي، هدي النار. هنزل بقى دلوقتي بالايه بالشوربه واللبن. هنا حطيت البشاميل في الصينيه. طبعا انا مجهزه اللحمه المفرومه اهي. هجيب بقى المكرونه، هنزل بنصها، اللحمة المعصجة، بتتعمل بطريقة سهلة ومبسطة جدا. كده انا حطيت العصاج، هنزل ببقيه المكرونه الجزء الثاني. هنا طبعا انا رصيتها، هنا هنزل بالجزء الثاني بتاع البشاميل. خليت معلقتين بشاميل، حطيت عليهم بيضاية، وهحط عليهم برضو معلقة صلصة. بصوا بندوبهم في بعض كده. بس في تكة برضو عايزة اقول لكم عليها، ان انا بحط فيما يعادل زي معلقة الشاي كده بودر اهو،
طبعا بنقلبهم. بصوا فيه نسبه فوران، ده بيخلي البشاميل هش وحلو. طبعا ايه هنزل بيها عشان اوزعها. اللي عامل التكتلات دي البودر. طبعا احنا كده ايه عملنا الوش بتاعنا، لسه بقى الخطوة الاخيرة اللي بعديها بقى ادخلها الفرن على طول. بصوا الشكل، الخطوة اللي هي بقى الاخيرة اللي هي الموزاريلا. بصوا الموزاريلا دي بقى بتعمل شغل عالي على الوش بتاع المكرونة. بصوا هتشوفوها بقى لما تطلع من الفرن هيبقى شكلها ايه وجمالها عامل ازاي. هحطها في الفرن واوريها لكم بقى. بعد ما طلعت من الفرن اتمنى تعجبكم وتعملوها زي ما عملتها كده. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله على خير. سلام عليكم منيكه.